شيخ ليس تحية، هذا عرض. بوت المدينة حرام، المدينة 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 إلو تاي إلو أنميني قسيتو فني سلا أتوبلي نلو مكا بلهني بيكو نلو هكا
Sulai Bashe Nijia Ode Majina Ta Ese Ashe Wante Wawo Kansalolo Wanshe Lai Dariwa Al Madina Tu Haram Al Madina Tu Haram Ilu Madina Ilu Awadi Aki Shebi Mbe Kamori Bobo Ilu Kepu Fokoloko Mokadi Ki Umutu Dage Ali Madina Tu Haram Al Madina Tu Haram Al Masjidu Al Nabawi Masalasi Asiwa Ajuwa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة مدير الجامعة الإسلامية دكتور عبد الله بن محمد العتيبي، وكلاء الجامعة، عمداء الكليات، أعضاء هيئة التدريس، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روحي وما ملكت يداي فداه، وطني الحبيب وهل أحب سواه. بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي ومن ضمن برامج وفعاليات الجامعة الإسلامية، نقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان لماذا أحب وطني، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية. فليتفضل. أشكر ورحمة الله وبركاته. اسمي لقمان محمد الثاني من دولة نيجيريا. قمت أمامكم يعني لأقدم لكم نبذة تاريخية مختصرة عن حلقات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في نيجيريا. قبل أن ندخل الموضوع، تعرفون أن نيجيريا انقسمت إلى قسمين، في شمال نيجيريا وفي جنوب نيجيريا، والمسلمون أكثر بكثير من الشمال. نعم، وفي الجنوب فيها كفار وفيها مسلمون كما. والمدارس الحفظ القرآن في نيجيريا في شمال نيجيريا تنقسم إلى قسمين، في قسم يحفظ القرآن، يأخذ المصحف ويقرأ القرآن يعني مع أستاذه، يردد حتى يحفظ. وفيهم قسم آخر
يعني يكتب القرآن يعني على الألواح على اللوح يكتبه ويحفظه إذا حفظه وأتقنه ثم يغسل اللوح إذا يغسل اللوح ويكتب صفحة الذي بعده يعني هذا هو باختصار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نشكر أخونا الطالب محمد الثاني والآن مع دولة الجزائر فليتفضل